جينا هنا عشان نسمع قصة أحمد، وقصته غريبة شوية. أحمد اتخانق مع مراته على تنظيف البيت ومشاكل زوجية العادية، هو بيشتكي إنها بتنظفش البيت وهي ما كانتش عاجبها كلامه. اتخانقوا مرة من الخناقات، جابت أهلها في الشارع، ونشوف بقى هي عملت إيه. تعالى نسمع مع بعض. إزيك يا أحمد؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحمد لله، الله يستر معاك. القصة غريبة شوية يا أحمد الحقيقة، عشان كده حتى لما كلموني عليها أنا ما كنتش متوقع إن زوج وزوجة يتخانقوا مع بعض على تنظيف البيت، فتجيب أهلها عشان يقطعوا له دراعه. تمام، بس أنت بتقول إن ده حصل، وألف سلامة عليك، يعني ربنا يشفيك ويعافيك، يعني الله إحنا شايفين يخليك، بعينين. الله إيه يخليك. القصة يا أحمد؟ أنتوا متجوزين بقالكوا قد إيه أصلا؟ بقالنا سنة ونص. سنة ونص؟ ومين اللي عرفك عليها، والجوازة دي جت إزاي؟ هي من عندنا من الحتة. وأنت تعرفها وتعرف عيلتها وتعرف أهلها؟ اكيد بنت محترمة واهلها كويسين، لكده ما كنتش اتجوزتها يعني. والله النصيب نصيب. نصيب. طب ايه اللي حصل يعني؟ ايه مشاكلك معاها من اول ما اتجوزت؟ هي ما من اول ما اتجوزت مشاكلي معاها كانت بسبب والدتها، والدتها مالها، ايه المشكلة؟ مش كانت بتقولها الصح خالص، من ناحية ايه؟ من ناحية اللي هي مثلا ايه، كل اللي هي عاوزاها يعني من يوم ما جوزتها عاوزاها تبقى عايشة معاها في البيت، ما تبقاش عايشة في بيتك انت. لا على قد بيتها، تاخد بعضها وتروح بس، يعني تصحى من النوم في بيتها تجيب بعضها وتيجي عند امها. لا والله. والله تيجي تروح يبقى من الساعة 2 بالليل 3 بالليل، على قد اللي هي تروح تنام بس. طب ومحدش بيراعي البيت لا لا ويراعي لا لا لا، الأكل، نظافة؟ انت عاوزة تاكل وتشرب عند امها، وانت بتاكل وتشرب ازاي؟ هي عاوزاني اكل واشرب عند امها. يعني انت كمان تروح تاكل وتشرب عند اه والدتك؟ المهم اللي انا اكون عند امها وخلاص، المهم اللي هي تكون عند امها من ساعه ما تصحى من النوم لغايه ما حتى جبنا الدنيا كلها، خلانها وقرايبها وعيلتها كلها وشيخ البلد بتاع الكفر، وجبنا ناس كتير قوي في الكفر، انت دخلت بره دخلنا ناس كتير قوي. القريه اللي احنا فيها. والناس كلها كانت بتغلطهم، بس هي الوليه امها دماغها مش لا دعوه بحد، طب ما فيش راجل تتكلم معاه، ما فيش. ابوها، لا ابوها الله يرحمه، عمامها، لا خلانها، لا لا، هي اخواتها؟ هي الولية اللي هي حماتي طول عمرها، وهي بتتبرى من يعني مثلا ايه، رامية طوبة قرايب جوزها، يعني مش بتحب قرايب جوزها دي نهائي، فهي عاوزة بنتها تبقى زيها. قعدت سنة ونص على الموضوع ده وخلفت منها بنت. اه طب البنت لما جت ما قعدتش في بيتها، ما لا ما خلفت؟ حصلش، ولا قصرت، ولا قصر سنتي لا والله. والله، ولا قصر فيها سنتي، حتى الناس كلها تقول لي ده يعني انت بيبقى بترجع بيت مش عامله لك اكل تاكله؟ ما فيش الكلام ده، اللي بدفع مصروف زي اي حد، وبدفع اكتر من اي حد كمان. تشتغل ايه؟ انا مش صانع مبلط سيراميك، وحاليا جبت توك توك وشغال عليه. طب خناقاتكم كتير اكيد بسبب الموضوع ده، ما كانتش مره او اتنين لا لا، لا؟ ده انا بكتير قوي، كانت بتيجي تقعد معايا اسبوع في البيت، وتروح تقعد شهر عند امها، وامها تساعدها على كده، لما بتطول الشهر امها بتروح جايه جايباها، بتدلها تحوم بقى على فلان وعلان وتركان، على اساس اللي هي ترجع تقعد اسبوع وترجع لها تاني، ترجع تقعد اسبوع وترجع لها تاني. ده كان كل حواراتي معاها. طب يوم الخناقه ايه اللي حصل؟ يوم الخناقه ديت انا، انتوا كنتوا متخانقين قبل؟ هو احنا بقى ما من نص رمضان، واحنا بسبب الشقه اللي هي مش متروقه، دي الشقه دي شقتكم؟ لا شقتي في الكفر، في الكفر. دي شقه اخويا، الشقة مش متروقة ولا فيها نظافة ولا أي حاجة، ولغاية دلوقتي الشقة مش متروقة من ساعة الحوار أصلا. فطبعا هنا أنا مش يعني، أنا راجل زي ما أي راجل في الدنيا فاتح بيت، عاوز أهم حاجة شقته ومكانه اللي هو بينام فيه، دي نظافته ودي عيشته، زي ما هو بيدفع مصروف ومسؤول من المصروف، بني آدم هو مصروف من واحدة، صح؟ انا عاوز برضك نفس الكلام، اللي هو عايز تفتح بيت، ما اه عايز راجل بقى زي اي راجل في الدنيا. هو كتير يعني، امال انا متجوز ليه، ولا الناس بتتجوز ليه، عشان خاطر ايه؟ انما الناس دي مش عندها الكلام ده، الناس دي عاوزه تلف بس، الولية عاوزه تاخد بنتها تدنها تلف بس، تلف تعمل ايه بقى؟ بتلف بقى، تتمشى هنا وتتمشى هنا، وتقعد هنا تشحت من ده تشحت من ده، دي حياتهم الطبيعيه، دي حياتها الطبيعيه. رجعت البيت لقيت البيت مش متنظف، عملت ايه بقى؟ اتخانقت معاه؟ رجعت البيت بقالي اسبوع بقول لها روق، احنا في رمضان ومن الازايز، تقول لي ماشي. عامله حجه البت الصغيره، اروح الشغل اجي الاقيها قاعده على الطريق، اروح الشغل اجي الاقيها قاعده على الطريق. قعدت كده بتاع حوالي بتاع اسبوع، اخر ما زهقت رحت جاي رايح جايب امها، قلت لها تعالي
مسكت بنت صغيرة وبنتك تروق. قالت لي ماشي تروح تروق، تروق. اه وبعد ما تروق عاوزة تاخدها وتطلع تقعدها على الطريق وبروح. قالت لي على الطريق ماشي. يعني الطريق الرئيسي بيعملوا ايه على الطريق؟ قاعدين تقعدوا قاعدين، ما هو بيتهم يعتبر منه على الطريق. الطريق. فهم بينزلوا يقعدوا في الهواء ايه على الطريق. فقلت لها عاوزة تبقى تروقي وتاخد بعضك، بس اهم حاجة تنضفي شقتك وتاخد بعضك وايه وتروح تقعد عند امك. فيها مانع؟ فيها مانع كده؟ دي كانت المشكلة؟ لا، دي على اساس المشكلة، اول مشكلة انك تخدي بنتك يعني خلي بنتك بس تروق البيت تروق الشقة وبعد كده باخدها ايه واطلع اقعد على الطريق. دي فيها مانع؟ ما فيهاش مانع، بس اهم حاجة اللي هي ايه تنضف شقتها، اللي مثلا وقت ما انا اجي من شغلي اخدها واروح. هو حقك انك تيجي تلاقي بيتك فيه اكل، بيت الله ينور عليك. نضيف ليك، ده عادي، ده حق اي زوج يعني. جيت من شغلي لقيتها على الطريق، خدتها وروحت لقيت الشقة زبالة. طب امك كانت انا جايبها ليه؟ عملت ايه امك معاكي؟ يعني انا مشيت من هنا، خدت امك خدتك ونزلت، مش قالت لك حتى روقي ولا قالت لك اي حاجه، خدتك ونزلت يعني وقعدت على الطريق وخلاص انت ونفضت كنت الكلام. بتزعق لها قبل كده يا احمد؟ لا، بتضربها؟ عمري ما ضربتها، حتى لو دخلت عندي المكان وسالت الناس هتقول لك احمد عمرنا ما سمعنا عنه، عمرنا ما سمعنا عنه. فده مش سبب، حتى لو بضربها معلش في الكلمه، ده مش السبب اللي انا لا فيه ده. اصل انا ان القصه اللي احنا عرفناها انها جابت قرايبها وسنوك في الشارع وقطعوا لك دراعك، يعني ده جو، يعني انا اسف في الكلمه، انا مش قصدي حاجه، بس ده جو عصابات يعني. يعني ده مش جو راجل وهي واقفه ومراته في وخناقه الشارع قبل الخناقه. قبل الخناقه. واقفه في الشارع وتقول لاخوها وسط صوتها كده، ده الناس اللي قايله الكلام ده، الناس اللي كانت في الشارع قايله الكلام ده. شتم امي، وبعدين امي الحجه طالعه فوق قاعده تعيط، فاخوها اتصل بيا قعد يشتمني في التليفون، انت فين يا ابني كذا ويا ابني كذا ويا ابني كذا. انا لو كل ده عشان انت قلت لها اطلعي نظفي البيت والخناقه دي؟ انا قلت لها لو، فبكلم اخوها بقول له ماشي يا عم انت فين، لقيته بيقول لي انت لو ما جيتش دلوقتي انا عند امك وعند البيت، لو ما جيتش اقسم لك امك نصين ومش عارف ايه والكلام ده. ده اخوها بيشتغل ايه؟ يعني اخوها اخوها بتاع مخدرات، وابن خالتها بتاع مخدرات. لا اله الا الله، لا اله الا الله، والله اعلم. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ معلش انا اسف يعني مع التفصيله دي، بس انا هسال سؤال، هو انت ما كنتش عارف التفاصيل دي قبل ما تتجوزها؟ لا، ما كانوش كده اصلا، ما كانوش كده والله. يعني اخويا ده لسه صغير مش كبير، قد ايه؟ اخويا ده عنده بتاع 22 سنه. يعني انا ساعه ما فكرت فيها والكلام دوت ما كانش لسه في شم نفسه اصلا. رحت البيت عند امك عند الولد؟ رحت البيت ابص على امي، لقيت الولد قدام بيت امي، جه عند بيت امي لقيت الولد راح جاي خبطني هو وابن خالته خبطوك بيه؟ بالسكينه. واحد مسكني، واحد كان بالرجل راح جاي منزلني في الارض، والتاني راح جاي نازل بالسكينه عليا، بعمل ايدي كده راح جاي قسم ايدي، فلاقي ايدي وراح جاي واخد وشي. انا وشي فيه 8 80 غرزه، 40 جوه 40 بره، ألف سلام عليك، ألف سلام، ألف سلام. 40 جوه و40 بره، ودراعك ودراعي ستك وفرجك عليه دلوقتي لا لا خلاص عادي. ما ده كف ايدك. كف ايد. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، خلاص 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 يا فوز، خلاص خلاص خلاص، لا اله الا الله. وعمري في حياتي ما عملت معاها حاجه وحشه، والكفر عنده كله عارف ان انا عمري في حياتي ما اذيتها ولا عملت معاها حاجه وحشه، وكنت بعمل لها كل اللي نفسها فيه، كل اللي نفسها فيه كنت بعمله لها. طبعا اتقبض على الولدين، لا، ما تقبضش عليهم، هربوا، ده اللي مزعلني لغايه هرب. دلوقتي، ما تقبضش عليهم، ولا هي ولا امها كمان، مع ان انا حطيتهم محرضين هي وامها واختها. انت اخدت الاجراء القانوني وعملت محضر وعملت، وهم هربانين دلوقتي هربانين. وبنتك فين؟ بنتي معايا، سابتها لك هي لغايه دلوقتي ما بتسالش فيها، بتقول لي ايه، بتقابل الناس تقول لهم انا مش عايزه بنتي، ده انا كويس اللي انا زهقت، كانت شايله، كانت ربطاني، مش كنت عارف اخد راحتي. كل ما تقابل حد تقول له نفس الكلام ده، تقول لهم بنتي كانت ربطاني، انا مش كنت عارف اخد راحتي، ده انا كده مبسوطه وفرحانه اللي انا بروح وباجي بعيد عن بنتي. هو اكيد هتقبض عليهم، واكيد يعني كل الشكر لوزاره الداخليه ورجال الداخليه، اكيد هيقوموا هيتم بإذن القبض الله عليهم. هو بإذن الله. الواقعه دي من قد ايه؟ الواقعة دي من قبل الوفاة بيوم. قبل الوفاه بيوم، يعني في خلال شهر او اقل.
قدر الله ما شاء فعل يا احمد، والف الحمد لله على السلامه. يعني ده ما قصه غريبه، يعني ايا كان الخلافات العائليه، ايا كان اللي مش بيحصل يحصل معاك، ده اكيد كده. لا 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 اكيد حتى لو انا اكيد، بوظف الكلمة حتى مسكتها لو غلطتها، صح، حتى لو كنت انت بس غلطان اكيد في حد كبير هتقعد تتكلم معاه، حد اكيد يقاوم الموضوع. بس لا، ده بصراحه هي امها قبل كده قالت لخالها اللي حط ايده في ايدي، قالت لي احنا مش لينا خلانه ولا لينا حد، احنا مش لينا قرايب، انت خليك معانا، احنا عاوزانا عاوزانا اتكلم مع حريم. ده انا اتكلم، حطيت ايدي في ايده ليه؟ بناء ايه؟ عن ايه حطيت ايدي في ايده؟ عاوزه تمشي بدماغها هي وبنتها. طب ما انا راجل ليا دماغ، انا مش بحكم عليك انت، انا بحكم على بنتك. بنتك دي اللي انا راجلها، اللي انا بصونها، اللي انا بخاف عليها اكتر منك ومن اي حد. اللي انا اللي مؤاخذه في الكلمه، انت لو متي هتسيبيها مع راجل، مش هتسيبيها مع خوال. الحمد لله على السلامة يا أحمد، الحمد لله على السلامة، الله يسلمك. وبشكرك إن أنت صورت معانا وأنت في مرضك ده دلوقتي. الحمد لله على السلامة، الله الله يسلمك، يخليك يا سعادة الباشا.